السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. حلقتنا اليوم كيف نعبر عن أشخاص رسموا في حياتهم مشوار لكي يصلوا إلى النجاح في مجال يعتبر بالنسبة لهم في غاية الصعوبة، ولكن العزيمة والإصرار على النجاح نجحوا وبتقدير امتياز في تحقيق الإنجاز لناديهم ومنتخب بلادهم. شخصية رياضية نسائية صاحبة التميز في لعبة كرة اليد النسائية، وكذلك نجمة في تحكيم كرة القدم للصالات، إنها نجمة النجمات، الأستاذة مريم الحضرمية من المصنعة. متميزة بفكري وتشهد أعمال وعطاءاتي، تنزل الساحة نفسي مرتاحة والعزمات كلنا نعلم أن مجتمعنا متحفظ كثيرا في رياضة المرأة، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطى الجميع مواهب من رجال ونساء، والحمد لله بوجود القيادة الحكيمة. أصبح للمرأة العمانية شأن كبير في كل المجالات وخاصة مجال الرياضة. ونجمتنا منذ الصغر وهي موهوبة، وانتقلت هذه الموهبة وهي في المدرسة عندما كانت تشارك في حصص الرياضة المدرسية وكذلك الأنشطة المدرسية، ومن ثم شاركت في دوري الفصول، وبعد ذلك تم اختيارها لتنضم إلى منتخب المدرسة لتشارك في دوري المدارس ولاية المصنعة. في كرة اليد، ومن ثم برزت موهبة نجمتنا في كرة، ومن ثم على مستوى هي الباطنة جنوب، وعند الالتحاق بالدراسة الجامعية كانت لنجمتنا مشاركات كبيرة داخل الجامعة، وبعد ذلك يا عمالنا يا حبنا دمت
تم صقل موهبتها ومن ثم انضمت إلى المنتخب العماني لكرة التالية. ومن ثم انضمت إلى نادي السويق حيث أنها شاركت في الكثير من البطولات المحلية والخارجية وحققت إنجازات ومنها المشاركة في الكثير من البطولات التي تقيمها الوزارة سنويا، وكذلك هناك مشاركات متنوعة مثل بطولة الدخم والتي أشرف على إقامة اتحاد اليد وحقق خلالها النادي على المركز الأول، وكذلك المشاركة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين والحصول على المركز الرابع وحصول نجمتنا على أفضل لاعبة في البطولة. ما دام الريح تحتاجك من حقك ذي لامس أحجاجك، ما دام الريح تحتاجك من حقك ذي لامس أحجاجك، من يقدر يأتي أمواجك. كذلك شاركت مع فريق نادي السويق في بطولة مهرجان خريف صلالة السياحي، وحينها استطاعت مع زميلاتها من الحصول على المركز الأول. خلف نمضي في المسيرة حبنا ما حد غيره، خلف نمضي في المسيرة يا الجماهير الغفيرة. ومن ثم توالت المشاركات الداخلية حيث أنها شاركت مع زميلاتها في فريق نادي السويق في بطولة وزارة الثقافة والرياضة والشباب الحصول على المركز الثاني. وكذلك كثرة المشاركات الداخلية وتحقيق العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية داخليا، ومن ثم مشاركات خارجية تحقيق بعض النتائج الجيدة. كلهم شد العزوم حارس مدافع هجوم، كلهم شد العزوم مع نادي السويق في البطولات الخارجية والداخلية ساعد نجمتنا في الوصول إلى المنتخب الوطني العماني، وكانت لها مشاركات وإنجازات مع المنتخب الوطني العماني لكرة اليد النسوي. حيث كانت المشاركة الأولى في بطولة الخليج في دولة الكويت، واستطاع خلالها المنتخب من الحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية، وكانت نجمتنا متألقة ساعدت المنتخب في الوصول إلى الوصافة. وحينها نالت استحسان الجميع من المتابعين والجماهير الخليجية، وكذلك في ثاني بطولات أما عن ثاني مشاركة لها في البطولة الخليجية والتي أقيمت في أرض الوطن، حيث أن المنتخب حصل على الميدالية الفضية والمركز الثاني، وهذا يعتبر إنجاز لعمر كرة اليد النسائية. فإنها تألقت في سماء كرة اليد الخليجية في مختلف البطولات والتي كانت تشغل مركز صانعة العاب. كذلك لها مشاركات داخلية منها معسكر فتيات الأندية والتي أقيم في ولاية نزوة، وحصلت نجمتنا على المركز
يا كحلة عيوني يا بلادي الخضرة اسمك أنا غنيت ما خابت ظنوني بسواعد سمرة تبني وتحمل بيت يا كحلة عيوني يا بلادي الخضرة باسمك أنا غنيت. من ثم اتجهت إلى مجال التحكيم حيث أنها شاركت في إدارة مباريات بطولة كرة اليد للفتيات والتي نظمتها الوزارة والتي أقيمت منافساتها بصالة نادي الأمل. ومن ثم بعد ذلك انتقلت إلى التحكيم. في رياضة أخرى وهي رياضة كرة القدم. ومن ثم شاركت في دورة الحكمات المستجدات في كرة القدم في الصالات. والتي تم من خلال هذه الدورة تم ترشيحها لتكون حكمة دولية للصالات. وبالفعل حصلت على الشارة الدولية وأصبحت حكمة دولية للصالات كأول امرأة عمانية تحصل على هذه الشارة. النجمة مريم الحضرمية سعيت فكان السعي مشكورا بنيت لك مجد في رياضة كرة اليد سيتذكره الأجيال ساهمت في نشر لعبة كرة اليد بين أفراد جنسك وأصبحت حواء العمانية متميزة في هذه اللعبة لك مني كل التقدير والاحترام بعدد قطرات المطر على كل ما قدمتي والله يوفقك في مشوار حياتك ورب العرش يحميك. حلقتنا اليوم انتهت، نلتقي غدا مع نجم جديد. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.